محطتنا الأولى لليوم رح نطرق فيها ونتعرف أكثر على ظاهرة اجتماعية ممكن إنه الكثير منا يتعرض لها بمجالات علاقاتنا الإنسانية، سواء بالمنزل أو بمكان العمل. التنمر هو ظاهرة اجتماعية وإلى أسباب كتير وأضرار نفسية ناجمة عنها محاور كتيرة رح نناقشه أكثر مع الأخصائية النفسية غالية سعيد. أهلا وسهلا فيكي غالية، صباح الخير، يسعد يسعد صباحك. صباحكم. أهلا وسهلا فيكي. بداية، التنمر هو شوي مصطلح غريب، ممكن هلأ يسمعوا جديد. يعني خلينا نحكي شو يعني التنمر، ما هو التنمر؟ تمام صديقتي، التنمر هو كمصطلح علمي أو لفظة شوي غريبة، ولكن هو كمصطلح فعلي على أرض الحياة هو موجود معنا كل دقيقة بدقيقة، وعايش معنا بكل لحظة من حالات الحياة تبعنا. التنمر هو، خلينا ناخذ اسمه، هو مأخوذ من آلية، من كلمة، من مستقصى من النمر، من التنمر، أنه هو الفعل، ردة الفعل السلبية أو السيئة تجاه أي شخص آخر. يعني من كيف الحيوان النمر لما بيصير في حالة من الشراسة فبيدافع بطريقة غير مبررة أبدا، فمن هون أخذت لفظة التنمر، وهي الاعتداء على الآخرين بطريقة مهينة نفسيا، مؤذية لفظيا، بدون لا مبالاة لشعورهم شو ممكن يصير معهم. للأسف هذا الشعور هو مقسم إلى قسمين، في ناس بتشجع هذا الشعور وبتعتبره هو بطولة بعالم الحياة، وأنه إثبات للشخصية وحالة من الدفاعية، وأنه طبعا موجود أنا بالأنا قوي، معناته أنا موجود بالساحة، نشوفوا أنا بقدر أني أذي فلان أو أزعج فلان، معناها أنا موجود. وفي ناحية تانية بتاخذ أنه هي ظاهرة فعلا سلبية، وفي كتير عم يحاولوا أنه هنن يضبطوها ويحاولوا أنه يأثروا عليها. هلأ هو شو هو، كيف بيجي؟ فهو بيجي بأشكال متعددة، ممكن يكون تنمر معنوي، ممكن يكون تنمر جسدي، وممكن يكون التنمر. يعني حنكون شوي هيك مصطلحات، نحكي شوي بعض الامثله لحتى يكون تمام الموضوع واضح. هلا بسلامه قدرك، مثلا انا وياكي اصدقاء، بجي انا بقول لك اريج كانه الثياب اليوم ما حلوين، مثلا انت شو بتشجعني؟ ايه والله يمكن اليوم كانوا ما حلوين. انت بهالحاله ازعجتيني، يعني انا قصدي اني انا ازعجك، قصدي اني طلع على وجهك ملامح انه هي ضايقتها، انه اوكي انت الضحيه بالنسبه لي فانا ضايقتك ازعجتك، فانه يس انا عملت انجاز. ولكن لما بتردي ايه والله يمكن انا كنت اليوم لابسه على السريع ما ركز هيك، فانت هون ما يعني ما اعطيتيني اوكي. فهي ابسط نوع من انواع التنمر اللي هو الازعاج، انه انا مجرد اني اكون مارق جنبك ازعجك بكلمه او ازعجك بتصرف، او احيانا بيكون حدا مارق جنبي ممكن أن استعمل ايدي، هذا التنمر الجسدي كتير بتلاقيه بآلية المزح بين الاشخاص، اي انه بيضربه، بيقرصه مثلا، بيعمل له حركه بيزعجه، ليه هيك عم تعمل؟ هلا قد هالحركات هي ما بتكون ازعاج، يعني بتكون هيك يعني هلا هو مثل مسحه، مثل محبه يعني. تمام. هلا هو صديقتي الشخص اللي عم يعمل علينا التنمر هو بيكون بيعرف انه هاي الحركه بتزعجنا حسب بين الطريقه يعني. اي تمام. هلا في كتير ناس مثلا بتنزعج من طريقه لما بتدقي على كتفهم بطريقه محدده، او لما بتمسكيهم وهن عم يحكوا بيرجعوا بيعدوا. طبعا انت بتكوني مكرره انه انا اذا بتريد انا هاي الحركه بتزعجني مثلا، فهو شو بياخذها، هي نقطه ضعف انه شخص بينزعج من الحركه، هذا التنمر الجسدي. فبتلاقي بصير فعلا امتى بيشعر بنشوه الانتصار؟ لما بيشوف معالم الانزعاج على وجه الضحيه المتنمر عليه، انه يس انا عملت له ازعاج، فهون بتشبعي له هاي الفكره انه انا ازعجتك. ناهيك بقى عن الانواع الاخرى اللي بتيجي من انواع التنمر والازعاج، يلي بس الفكره الاساسيه اني انا ازعجك. يعني شو اهدافها؟ يعني قديش الواحد يعني اللي بيكون في عداوه بين اثنين لحتى الواحد ممكن يتصرف هيك تصرف؟ او ذكرتينا بالبدايه انه يمكن هيك تكون هالاشياء تمر بحياتنا العاديه وكل يوم نساويها، يعني هي بتصير عن قصد او مثلا غير قصد اوقات ببعض الاحيان، ودائما بيكون الموضوع انه في خلاف بين اثنين لحتى الواحد يقوم بفعل التنمر. تمام عزيزتي. هلا التنمر اكيد دائما بيكون عن قصد، هلا لما بتكون الحركه احيانا السلوك التصرف السيء طالع عن نتيجه غير مقصودة أو فعلية، فبتلاقي المتنمر بيجي لعند الشخص الآخر، فلما بلاقي علامات الانزعاج فبيحاول يبرر أو يعتذر منه. ولكن الشخص اللي بيكون قاصد هذا السلوك فهو بينبع من حاجتين، أول شيء أنه الشخص المتنمر قد يجوز إنسان يكون مجوف من الداخل بشكل كتير كبير، غير حاصل على إنجازات علمية أو عملية، وفي عنده حالة من الغيرة كتير شديدة وعظيمة من الشخص المقابل له، فبيحاول أنه شو يعمل، بيحط من إنجازات الشخص الآخر كرمال يرضي الغرور أو يشبع الفجوة الموجودة عنده داخليا، فبيحاول دائما أنه يحط من قيمة الشخص الآخر. هلا عداوة أكيد ما بتكون نابعة عن حب، هي لأنه هي أحد
شروط التنمر أن تكون مقصودة ومتكررة وفي تفاوت بين القوى. فهو دائما الشخص المتنمر بيبحث عن حدا يكون كقوة يعني أقل منه، ما حنقول علميا، يعني ممكن يكون شخص اجتماعيا كتير مؤدب فما يقدر يرد، يعتبر انه اساءة اجتماعية يرد، فهذا الشخص هون بيستمتع انه يمارس عليه التنمر تمام، من باب انه هذا الشخص ما بيرد عليه لانه اجتماعيا هو ما بيقدر يرد، فهذا بيستمتع، فبتلاقي تراوغ القوى بيناتهم كتير كبير. قلتلك على مبدأ اقل شيء اذا بيكونوا شريكين، احيانا زوجين بيكونوا بالبيت الزوج بيكون متنمر عليها بشكل كتير كبير، او بالعكس على مبدأ انه الاكل اللبس الحركة، اقل حركة بسيطة فهذا الشيء للمتنمر وللمتنمر عليه على فكرة بتعمل فجوات نفسية رهيبة رهيبة جدا. وأحد الدراسات قالت أنه أحد أسباب الانتحار وحالات الاكتئاب كان التنمر هو واحد من الأسباب الثانوية اللي بتأدي أنه يصير في حالات تمام هيك. يعني غالية هي عقد نقص ممكن تكون بالشخص بيقدر يفرغ طاقاته على الشخص الآخر، وإمتى بتصير خطيرة؟ يعني ممكن تبدأ مثل ما قلتي بمزحة لا أنا أزعجك فيها، بس إمتى بتتطور وإمتى لازم الواحد يوقفها عن حدها؟ يعني تمام عزيزتي، امتى بوقف انا حده لما انا بشعر انه الشخص المتنمر ما عاد في له حد بالنسبه لإلي؟ بكل بساطه اي شخص موجود ضمن دائره التاثير تبعي وعم يزعجني وعم انا بشعر انه هو عم يمارس علي اليه التنمر على اقل مثال، يعني بتكوني عم تحكوا حديث عادي فبتلاقي انه بينقدك بالكلمه انه لا حكيت هيك، واحيانا بيحاول يستقصد انه بين الملأ حتى بس تحمير الوجوه يعني والاساءه، او حاول محاوله التصغير او وضع الغلط على الشخص الموجود. فانا بكل حاله لما بدي اشعر انه هذا الشخص عم يتمادى كثير معي، فيني بكل بساطه اني اقول لا، انه انا اطلع هذا الشخص من حياتي. المتنمر مجرد ما يشوف انه الشخص المتنمر عليه صار قوي، صار بيقدر يقول لا، طلع عن الادب الاجتماعي اللي هو مفكر انه ما راح يقدر يرد عليه، فهون بيخاف ما بقى يجرب بقى يكمل معنا هاي الاليات، ففعلا بصير بيخاف من رده فعل. على مبدا قلت لك انه هو انسان من الداخل نوعا ما ممكن يكون مجوف، ما في عنده معلومات يواجهك فيها، فبيحاول يطغي على الشخصيه الثانيه من خلال هيمنه الهاجس النفسي اللي بيعمل له اياه واليه القمع اللي بيعمل عليها. هلا اذا كانوا زوجين بالبيت فهي يا محلاها ويا ما اكترها كثير، يعني على مبدا مثل ما قلت لك اذا عم تعمل الاكل بيعمل عليها تنمر، انه ماما بتعمل الاكل احسن منك، يعني هي الاليه الكلمه كلياتنا بنسمعها بالبيت، او اذا كانت عامله شيء او عم تعمل احيانا بشعرها او بهي، فبتقول له انه حلو، بكون هي فعلا حلو، بيقول لا ما انه حلو. هي ابسط اليه ممكن يعملوها الاثنين مع بعض. للاسف اذا كان في عندهم طفل بالبيت فهذا الطفل انا باكد لك تماما انه هو جاهز لحتى يطلع شخص يعني شخص تماماً متنمر بالمجتمع ومؤذي، لانه هيك شخصيات فيما بعد بتطلع شخصيات اجراميه. اشباع حاجه الاذى للاخرين بيكون عندها كثير ممتع. ذكرتي لنا انه هيك اشخاص ممكن نقابلهم بحياتنا كثير، كيف الطريقه الصحيحه لحتى نتعامل مع هيك اشخاص؟ وهيدا الشخص يمكن في عنده اسباب داخليه ادت لحتى هو يكون شخص عنده تنمر، كيف بنقدر نحل له مشكلته او نساعده فيها؟ اول شيء حضرتك الاعتراف بالمشكله، دائما بدايه الطريق انه نعترف انه في نحن عندنا مشكله. الشخص المتنمر لما بيوصل لمرحله بيشعر فعلا انه هو اساسا غير صار مرغوب فيه اجتماعيا، اذا اعترف بالمشكله وقال انا فعلا شخص عم مارس ممارسات سيئه وسلبيه سلوكيا على الاخرين، فهو حط رجله بالطريق الصحيح. بعدين محاوله مواجهه المشكله، يعني ممكن نحن يطلبوا مساعده لما يقول انه انا لما تشوفوني عم بعمل اليات سيئه، عم بتلفظ بالفاظ نابيه، عم بزعج حدا، انه نبهوني مثلا. هذا في حال كان متعاون ما كان مشبع بالآلية الغرور الموجوده عنده، لانه غالبا هيك اشخاص بيكونوا متمتعين بآلية السلطه والازعاج اللي بيكون على وجه الضحية، يعني المتعة اللي بتطلع على الوجه لهم الطرف الآخر هي بالنسبة لهم إنجاز، فكتير نسبة قليلة اللي بتعترف أنه لا أنا أزعجت حدا وحابب أني أتراجع. لما بنواجه هيك أشخاص بكفي كلمة لا، هي كلمة لا بالنسبة لهم سلاح قاتل، يعني أنه لما بيجي بناقضك أو شيء فآلية أحيانا عدم الرد هي مرضية له، أو حركات الوجه تطلع عنا هي مرضيه لإله، فكلمه لا اللي بدها تطلع منا وانه لا انا ما بسمح انك تحكي معي هيك، او بالاحرى خلينا شوي نكون انه رايك ما بيهمني، انا بعرف نفسي فرايي ما رايك ما بيهمني، فانا ما بيهمني حضرتك شو تكون رايك فيني، فبهي الاليه انت بتعملي له بلوك يعني ابدا، فهو اشارات الاستفهام بتفتح قدامه انه هذا الشخص ما كان يرد علي، كنت انا مستمتع بتعذيبه نفسيا، شو صار؟ كيف صار يرد علي؟ فاول مره ثاني مره بضل بيجرب هو، فانت بتعملي جدار منيع، بعد فتره هو بتلاقي اخذ طريق محايد عنك وصار يدور على ضحيه اخرى،
فبيعرف انه هذا الطرف اللي قدامه صار ند ابدا، ما عاد يقدر ابدا انه يواجهه. يمكن التنمر يعني من خلال حديثك عنه هو كتير شيء مؤذي، يعني جدا مؤذي للمشاعر الإنسانية. بس هل بيكون هذا مرض لا إرادي، أو بيكون مكتسب من العائلة، أو بيكون من المحيط، أو بيكون من النشأة الغلط؟ يعني شو أسباب، يعني كيف بيولد تمام التنمر؟ عزيزتي. هلا اخر دراسات ارجعت له اسباب، يعني هو السبب الاساسي والجوهري هي الاسره، يعني هو المنطلق الاساس. يعني بيكون مثل ما قلت لك طفل، الاب والام في عندهم اليه تنمر، بتفوتي على اليه معامله الطفل نوعين، اما الطفل بيكون محروم من الحياه الاسريه بغياب الاب والام وعدم اشباع الحاله العاطفيه بالنسبه له، فبيطلع اول خروج له للحياه هو للمجتمع، بيحاول يعوض حاله النقص له، فهو بيحاول بيطلع بحاله وحشيه على الاخرين. صحيح. فكيف بده يثبت حاله انه هو موجود؟ بيثبت بهي الطريقه. او الحاله الثانيه اللي هي الدلال الزائد للطفل، يعني طفل متعود انه الماما بتاخذ له حقه، البابا بيجيب له اغراضه، كل الامور وصلانه لعنده، فهذا الشخص بيطلع كمان فارض سيطره على المجتمع، الكل بده يسمع كلمتي، الكل بده ياخذ رايي، الكل بده يحترم الراي، وانا الكلام اللي بقوله صحيح والباقي كلامه غلط. ولما وحتى دائما بيعمل المقارنه، يعني مثل ما قلت لك ابسط مثال، بيكونوا اثنين لابسين ثياب، ثيابين احلى من ثيابك، طب انا ما سالتك رايك، لا لا لازم تاخذ رايي، لحاله بيعطي رايه. فهن سببين هن للاسف منشأهم هن من الاسره، فقلت لك اما الدلال الزائد المبالغ فيه للطفل، واما الاهمال العاطفي المشبع فيه للطفل، فالحالتين مجهزين لحتى يطلع عنا شخص متنمر. هلا ممكن احنا نقدر نتعامل مع الطفل ونوعيه لهيك موضوع، يعني بعمر صغير، لكن الشخص يلي صار بعمر كبير وصار واعي وعنده ظاهره التنمر وهو يمكن حابب يطلع منها، هلا نحن هون كيف بيكون دورنا؟ يعني الشخص وقت نلاقيه عنده هيك حاله ممكن نحن نحط له حد بطريقه اللي حكيتي لنا عنها، أم ممكن تكون مساعدة له كمان، يعني نساعده أم نوقف بوجهه؟ حبيبتي بنساعده لما هو بيطلب المساعدة، لك هو بيكون عايش بمملكة شبعان غرور فيها، فهو مستمتع بهي الحالة. لما هو بيطلب المساعدة وبيشعر انه هو فعلا عم يعمل مشكلة اجتماعية وأذى نفسي للآخرين، ففعلا هون نحن بناخذ بإيده وبنساعده. ولما بيحاول يعمل كلمات سيئة أو سلوكيات سيئة، فنحن بنحاول ننبهه انه لا هذا السلوك سيء. قديش بالفعل ممكن يشكل أذى نفسي كبير للأشخاص؟ طبعا الأذى النفسي كثير 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 كبير، قد ما بتتخيلي. يعني على مبدأ انه تخيلي انه قلت لك على مبدا انه تكوني مثلا عم تاكلي شيء او لابسه شيء، اجي انا انه علق تعليق سيء، هلا يمكن انت ما تاخذي بالمعنى انه ايه، بس حيترك شوي انه لهيك حكيت معي او لهيك ضايقتني، او على مبدا الانجاز العلمي او التحصيل العملي. او كثير ناس بتلاقيها، وهي بتلاقيها بالعلاقات العاطفيه بشكل كثير كبير كثير كبير. دائما تلاقي الشاب متنمر على البنت بطريقه كثير كبيره، يعني اذا لبست، اذا طلعت، اذا تحركت، اذا عملت اي شيء، لهيك عم تعملي، لهيك عم تساوي، اختي بتلبس احلى منك، بنت جيران بتعمل احسن منك او شيء. فهي هون بتلاقيها انضغطت كثير، صار عندها حاله من التوتر. قليل ما تعمل البنت التنمر على الشاب، لانه هو بنيته كنفسيه بيكون اقوى منها، فدائما بيطلع عليها بالصوت العالي. ولكن هي كثير بتلاقيها، وغالب العلاقات بتنفصل من اليه التنمر، وبتسمعي انه دائما بينظر لي نظره دونيه، هن هي اللي بيقولوا لك اياها، بينظر لها نظره دونيه. اذا طلب هو المساعده اوكي لازم نساعده، بس اذا هو كان مستمتع بهي المملكه الغريبه اللي عايش هو فيها، فيفضل نحن نطلع من اسواره ونسكر عليه الطريق تماما، لانه بعد فتره رح يلاقي حاله صار بقوقعه على حاله فاضيه، يعني حيلاقي حاله بدائرة مغلقة، انه الناس بعدين هي رح تبعد عنه، ما عاد تقبل منه اي كلام. يمكن ذكرتي غالية انه بالعلاقات العاطفية وحتى الزوجية بيكون في تنمر، هذا منفصل عن الحب، يعني التنمر منفصل عن الحب، يعني اذا كان في حب بين اثنين مو بايده بده يتنمر عليها لو بيحبها مثلا؟ هلا رح اقول لك شيء، ما في حدا بيحب بيجرح حدا، تماما. التنمر هو آلية جرح، يعني قلت لك على مبدا اقل شيء، يعني اقل حركه ممكن تعمليها. لما بدي احبك عن جد مستحيل اجرحك باي كلمه، مستحيل يكون سبب لو كان الشخص متنمر، لو كان الشخص متنمر يمكن باليه الحب الاساسيه فعلا اذا كانوا بيحبوا بعض، يمكن بهالحاله بيعمل كنترول على حاله، او بيحاول يمرق الكلمات اللي بده اياهم، يعني بطريقه المزح، بطريقه شيء، بطريقه لا مباشره بيحاول يمرق، احيانا بيمرق بطريقه اللفظ الحركه الجسديه. يعني كثير بتلاقي مثلا بيستعمل ايده، اذا كانوا بين شخصين ممكن بيقرص،
ممكن بيضرب، يعني مو الضرب الضرب يعني انه هيك، فبتقول له هيك هالحركات بياخذها من باب انه هو بس، لكن هو بيكون عم يعطي انه انا عم بعمل شيء، انا عم بزعجك. ولكن تقولي لي شخص بيحب وبيعمل تنمر فلا، ما في يعني بين السماء والارض كثير في مفارقات كثير كبيره. انه التنمر كثير مؤذي، كثير مؤذي خاصه للاناث. يعني تخيلي عم اقول لك على ابسط مثال، انك تعملي شعرك يقول لك بنت الجيران احلى من شعرك، فهذا قد ايه بيعمل اذى بالنسبه لنا. اروح لعند بنت الجيران تماما. هذا الرد، هذا الرد ظريف. اروح عند بنت الجيران هي هاي الكلمات اللي انت بتزعجيها لما ما بيلاقي منك ردة فعل. فشوفي اشارات الاستفهام انه هي ما تضايقت، ما استفزتها، معقول؟ فبضل بجرب، بضل بيحاول. يعني نحن اكيد بنتمنى كل العلاقات بين اي اثنين تكون علاقه محبه وتفاهم. موضوع مهم طرحتي اليوم ضمن صباحنا، شكرا كثير لك غاليه. شكرا لكم حبيبتي، وشكرا على المواضيع الحلوه اللي عم تخلونا نناقشها مع الناس. شكرا كثير اكيد لألكم. شكرا لك، وشكرا على المعلومات اللي فتينا فيها.